السلام عليكم، بدينا المقطع بالاسانسيل. اول مره واحد يبدا مقطع هنا معايا شنطه السفر، راح نسافر 1500 كيلو متر عشان نروح نقابل واحد. الطياره باقي لها قبل ساعتين ولازم نسرع بسرعه بسرعه. يلا يلا اوف اوف يلا يلا. ايش قاعد يصير؟ وصلنا، باقي 3 دقائق يمكن نروح اي باص يوصلني على المطار، فلازم نلحق بسم الله. طيب زي ما تشوفوا وصلنا ودفعنا هذا الباص هناك. هذا 30 دنانير شيء زي كذا، يعني مره رخيص. باقي ساعتين على الطياره. هذه الشنطه، الشخص اللي راح نقابله يقول لي يلا تعال، فلازم نسرع. طيب ركبنا الباص زي ما تشوفوا ومستعدين، واخيرا راح نروح. انتم طبعا ما تعرفوا ولا شيء، مين راح نقابل، مين راح نشوف، وين رايح. تابع المقطع النهايه ولا تنسى لايك والاشتراك. بصرنا نسافر عشان نصور لكم مقاطع. باص فاضي ما في ولا احد. تابع المقطع للأخير لأني سويت شيء مجنون وجبت العيد. هاي الطيارة اللي أنا أشوفها الباص أظن. إذا أنت حاب، إذا أنت من الأردن حاب تسافر للرياض، في مكتب تحت حاطط لك إياه في الديسكربشن، بيساعدوك يضبطوك كله من طرف ريان وكل شيء بالسليم، وإن شاء الله كله تمام. خليني أعطيكم تلميحة عن الشخص اللي راح نسافر ونقابله، وهو فريق مرة مشهور وجيمر ويحب أكلة لونها أصفر. طيب يا شباب، وصلنا المطار هنا. خلينا نروح نلحق اخيرا بعد ساعه قبل ما ننتقل. فنروح نسوي تشيك ان ونخش ونرجع لكم. انا قاعد اصور وش تقلب ولا ايش؟ انا ما توقعت بحياتي اوصل لهالمرحله اصور مقاطع واسافر. الحمد لله. و 1500 كيلو راح نروح رايحين عند الطيران، ما ادري ايش هو عشان ما اقول لكم عشان ما تعرفوا، بس هين رايحين. طيب يا شباب، عندي اخبار ساره وغير ساره. الحجز طلع بكره من اليوم وانا جاي اليوم. وانا متحمس على الفاضي، وطلع الشنطه مقاسها اكبر وحالتي حاله بس الزبده. راح نرجع ونشوفكم بكره، فيلا السلام عليكم. الحمد لله خير خير. السلام عليكم شباب، جيناكم اليوم الثاني، غيرنا الشنطة وطلع الموعد اليوم. فبإذن الله رايحين نروح المطار، واللي ما شاف آخر مقطع لما تبرعنا بشعر لمرضى السرطان روح يشوفه. سوينا تحدي أبو فلة الحمد لله، وبسم الله أتوقع لازم نروح المطار، باقي شوي تروح الطيارة. السلام عليكم شباب، أخيرا دخلنا المطار، باقي ساعة، أنا معرق وحالتي حالة، بس بإذن الله راح نوصل. فإذا أنت للحين قاعد تتابع المقطع لا تنسى تحط لايك واشتراك، وتابع المقطع للنهاية عشان تعرف مين الشخص اللي راح نقابله وسافرت عشانه أصلا. و خلينا ناخذ لفه في المطار. ابغاكم الحين تنزلوا في الكومنتات تتوقعوا انا وين مسافر. شوف شوف، حاول تغش، حاول. شباب انا حاترك اغراضي هنا تمام، وابغى اروح لفه في المطار زي ما تشوفوا. هذاك بعض الناس هناك تشوفون هذاك المطار، هذاك هذاك. هذا من المقاطعه شباب. فالحين احنا راح نختبر المطار. شباب ناخذ بريك، راح نصلي العشاء استقرار روحيه. فاذا انت ما صليت قوم صلي، و بعدين نرجع لك، بعدين نرجع لك بالاخير. الحين باقي تقريبا 50 دقيقة وتفتح الجيت عشان اقدر ادخل. فايش راح اسوي؟ راح اروح اتعطر. شباب قبل ما تسافر جينا عند الاخوان زلاطيمو، شفناهم فاتحين هنا، فراح نجرب شيء من عندهم. طيب يا عيال شوفوا هذه البقلاوة اخذنا هذه، خلينا نجربها. يعطيك العافية حبيبي، شكرا. بسم الله. والله خرافية. شباب جينا عند المكان الثاني، راح نجرب من عندهم شوكولاتة. شوف تيجي كذا يعطيها هو، اسمح لي يعني. افتح هذا شوف يوفي شوكولاتة. يعني لازم تحلي. ناخذ حبتين. ف والله خرافية. خايف هذا بالمطار. هذا فاضي. اي في واحد هنا. هذا بناتي. بناتي. سادة. هذا بنادي صح؟ هذا حلو. في رجالي؟ حلو. في رجالي؟ شباب بالمطار في هذا، في هذا، في هذا، في استغفر الله. فاحنا راح نجرب من عند حماده اتوقع، ما ادري ايش عندهم، بس خلينا نشوف. راح نجرب، يعطيك العافيه. ايش راح نجرب؟ فلافل. بسم الله. فلافل ايش ايش عليها؟ فلافل عليه طراطور وطحينيه. اوكي بسم الله. والله حنيه بالفلافل. فلافل والله مكس خرافي. مين مسوي انت؟ يا لو سلام يا حبيبي، يعطيك العافيه. شرفت. طيب يا شباب، بعد ما جربنا الفلافل وجربنا اشياء وطور وحركات ومسائل،
خلينا نروح الطيارة لأن خلاص خلينا أمه بزيادة ويلا نشوفكم هناك. وأنا قاعد المطار تعرف على خويي إيش اسمك؟ محمد محمد صبري. من وين؟ من اليمن. ونعم والله حبيب قلبي. والله قاعدين نلفلف هنا تعرف عليه كنا داخلين اللاونج قاعدين نلفلف. فأنت من وين كنت جاي؟ أنا كنت جاي من دلهي من الهند يعني جاي الحين رايح اليمن وانا رايح ما راح اقول لكم وين بس هو يعرف أيوه. لا تعلم لا بعلم احد شباب ايش كنت شو كنت تقول لي حبيبي تعال اليمن وعندي كل شيء طيب من طيران وسكن وكل شيء يا شباب هذا مجنون بدي تعرفت عليه قاعد يقول لي اذا جيت اليمن كل شيء علي ف باذن الله علي طيب ولا تهم شيء والله خلاص خلاص المقطع الجاي سافرنا 10000 كيلو متر لليمن مين المتابعين من اليمن بالله اكتبوا في الكومنتات وصلنا عند المكان هو بس 226 ومره السعاده هنا يستناني وباذن الله نخش ونوصل بسلامه دخلنا الحين رحنا مره السعاده زي ما تشوفوا الحين احنا مره السعاده زي ما تشوفوا الحين الطياره هذه هي فازل واو الطيارة والله كبيرة أنا ما أدري وين مكاني طيب شباب ركبنا الطيارة نشوفها إلى المكان اللي ما حد يعرفه بعد ساعتين راح نوصل شباب هذا حنا وصلنا اتوقع واضح وين واضح وين وصلنا صح وشباب وصلنا كان معايا رفيق الرحله يعطيك العافيه لا لسه لسه ما صورت لسه ما صورت عمي قاعد اصور والله جد والله قاعد اصور والله شباب دايسين والله حسبك تفلح والله لا والله قاعد اصور مستعجل حابب تقول لهم شيء بالمقطع مين هم؟ يوتيوب متابعين ايوه متابعين كلهم ترى والله ريان في القلب يعطيك العافية الله يعافيك. الشنطة تطلع. يلا بسم الله أول شنطة شنطتي تعدوني بسم الله أول شنطة شنطتي. يلا. لا لسه مو شنطتي كنسل. كذا يكون استلمنا الشنطة كل شيء لازم نروح ننام. فنشوفهم اليوم الثاني أو بكرة. ما ندري. السلام عليكم. وهذا كان الجزء الأول شكرا لكم على المشاهدة إن شاء الله المقطع الجاي بينزل الخميس الجاي وراح يعجبكم وهو المقطع الأخير اللي راح نقابل فيه الشخص شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشوفكم مقطع ثاني.